Hello, my junior four students. I'm Mrs. Myrna, and this is my channel, Science in a Nutshell. احنا خلصنا concept 1 والنهاردة هنبدأ concept 2. concept 2 بيتكلم على senses. How the senses work. يا ترى عندنا احنا بس ولا كمان عند الانيمالز؟ لا، وكمان عند الانيمالز. يعني هتعلم ازاي انا بقدر اشوف واسمع واتكلم واحس واعمل كوميونيكيشن مع الانفايرمنت بتاعتي علشان اعرف to adapt، وكمان ازاي الانيمالز بتقدر ان هي to communicate with its environment in order to adapt، ازاي ان هي تتواصل مع الانفايرمنت بتاعتها، البيئة بتاعتها، علشان تقدر تتواصل معاها. خلاص كده، فاول اكتيفيتي عندنا جايب لنا شوية صور كده وبيقول لنا يلا نتفرج عليهم ونشوف كل واحد يا ترى بيتواصل مع البيئة بتاعته ازاي. فمثلا عندنا الهيومن. الهيومن هتلاقي ان هو بيسمع المزيكا الحلوة اللي بيسمعها دي، بيسمعها بايه؟ بودانه. يبقى عندنا الهيرينج، hearing to listen to the music، right كده. okay now with the owl. Owl have extraordinary senses of hearing and sight. عندها حواس استثنائية يعني جامدة جدا فوق الطبيعية. To be able to find their prey in the dark. تقدر ان هي تصطاد بيهم البراي بتاعتها الفريسة والدنيا ضلمة كحل. بس عشان هي، هنعرف بقى الكلام ده قدام على فكرة، علشان هي بتعرف تبص كده بطريقة معينة، ربنا مديها عينين مختلفة عن عينينا جدا، وكمان مديها حاسة سمع أقوى من عندنا بمراحل، وده علشان تقدر to adapt to its environment in order to be able to find their prey in the dark. Then we have the dogs. Have very sharp senses of hearing and smell, which are used in guarding. مش ساعات الكلب كده لو مثلا عندكم بابي أو dog في البيت تلاقي إن هو انتوا قاعدين في امان الله وابتدى ان هو يهبهب جامد جدا ويعمل باركينج جامد قوي ويهز ديله فرحان، شامم ايه؟ شامم ريحة مثلا صاحبه او الشخص اللي هو مربيه جاي من بعيد. لو مثلا شامم ريحتك انت او ريحة مامي او ريحة بابي وهو جاي من على السلم، لسه ما طلعش ولسه ما خبطش على الباب، لكن هو حس بخطواته، سمعها، وكمان ممكن يكون شم ريحته عن بعد جدا. فبالظبط ده اللي بيحصل. تلاقي مثلا انتم مخبيين لعبة ولا حاجة، وقد ايه الدوج يقدر نقول عليه ده ذكي. هو الحقيقة طبعا هو ذكي، لكن هي الفكرة ان ربنا مديله سوبر سنسز، مديله السنسز بتاعته extraordinary، اكتر من الطبيعي. لو انت عندك بتقدر تشم مثلا الفلاور او تشم البرفيوم او تشم حاجة قريبة منك، هو ممكن الحاجة تكون بعيدة عنه، تكون مستخبية، بس يقدر يشمها ويميز روايح احنا ممكن ما نقدرش نميزها. مش بس الروايح وكمان الأصوات. The Egyptian mongoose. Egyptian mongoose ده بقى بيعمل ايه؟ Make sound to communicate with other mongooses to move from one place to another or when searching for food. بيقدر ان هو يكوميونيكيت بالاصوات. ده نوع من الحيوانات كده بيقدر ان هو يكوميونيكيت عن طريق الاصوات علشان يعني يتنقل من مكان لاخر او علشان يدور على الاكل. واول حيوان هنبدا بيه عايزاكم تتفرجوا على الفيديو بتاعه ده وقد ايه هتستمتعوا بجد. يلا بينا نتفرج على الفيديو. طبعا عرفتوا، احنا هنتكلم على الدولفين سوبر سنسز. دولفين سوبر سنسز، هنتكلم كده ونشوف ازاي الدولفين بيقدر ان هو يعمل كوميونيكيشن مع الانفايرمنت بتاعته. دولفين have super senses that help them survive through finding food, protecting themselves underwater. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم عندهم سوبر سنسز، السنسز بتاعتهم قوية جدا، بتساعدهم على ان هم يلاقوا اكل وكمان يحموا نفسهم تحت المية. The most sharp sense that the dolphin have is the sense of hearing.
أكتر وأقوى حاجة هو بيقدر يعملها إنه يسمع الأصوات since they can hear all kinds of sounds. بما إنهم بيقدروا يسمعوا كل الأصوات الممكنة فعشان كده بنقول عنهم يعني إنهم عندهم super sense of hearing. خلاص كده. How can dolphins locate organisms and other things underwater? Dolphins use a sense known as echolocation. Repeat after me. Echolocation. Repeat after me. Echolocation. 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 طيب كلمة echo لوحدها يعني إيه؟ يعني صدى الصوت. طيب هما بيعملوا إيه؟ ازاي انا دلوقتي محتاجة اعرف من الاخر كده ازاي هو بيقدر يكوميونيكيت اندر واتر. انت لو نزلت تحت المية هتلاقي ودانك اتسدت وهتبقى لا عارف تسمع حاجة ولا عارف تشوف حاجة ولا عارف تتأقلم خالص مع الانفايرمنت اندر واتر. ازاي بقى الدولفين بيقدر يسمع تحت المية؟ بصوا الدولفين بيستخدموا الإيكولوكيشن ودي حاجة كده بيعملوها عن طريق ان هم بيعتمدوا على صدى الصوت to determine the location of other living organism and object in the water. يعني هم بيعتمدوا عليها في ان هم يقدروا يحددوا مكان الحاجات تحت المية عن طريق صدى الصوت. طب ازاي بالظبط ده بيحصل؟ هقول لكم حالا. أول حاجة الدولفين بيعمل producing sound كده that can travel through the water. بنقول عليها sound produced by dolphin travels in the form of waves called sound wave. يبقى هو بيعمل صوت والwave ده بتبدأ إن هي الصوت ده يوصل يعني ينتقل أو يtravel through the water in the form of sound waves يعني في صورة موجات صوتية. وبعدين these waves travel through the water and when they hit object they bounce back to the dolphin in the form of echo. يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني هو بيطلع صوت. الصوت ده بيسافر through the water in the form of sound waves. تقوم sound waves دي تخبط في object فترتد تاني to bounce back ترجع to reflect. كلمة reflect, كلمة bounce back, كلمة echolocation كلهم بيدوروا حوالين ان هو بيبعت حاجة والحاجة دي بتبقى bounced back بترجع له تاني. فمثلا لو الفيش واقفة قريبة منه او الobject عموما قريب منه الساوند هيرجع اسرع. طيب لو واقف في مكان بعيد هياخد وقت اطول. طب لو ما رجعش خالص يبقى ما فيش اي obstacle او object قدامه, ما فيش اي عوائق موجودة قدامه ويقدر ان هو يكمل عوم بسهولة. ويبقى ده معناها ان ما لا في خطر ولا في براي ممكن ياكلها ولا اي كلام, ده ما فيش حاجة قدامك خلاص كده. Echo helps the dolphin determine the location of prey and object. بيحدد له مكان البراي الفريسة او مكان الobject اللي هو مثلا موجود قدامه. خلاص كده. يبقى تاني انا محتاجة احفظ ايه من الجزء ده؟ محتاجة اعرف ان الدولفين has super sense of hearing. Sense of hearing. طيب وايه كمان؟ بيستخدم depend on echolocation. That depends on echo. They send sound waves. Okay, they produce sound which travels in the form of sound waves. بعدين it bounces back to the dolphin in the form of echo. صدى الصوت يرجع له تاني. وبعد كده صدى الصوت ده او الاكو بيساعده في تحديد مكان البراي او الاوبجكت اللي هو بيدور عليه. هنتكلم على ان احنا عرفنا ان الانيمالز عندهم senses زي الهيومن بالظبط, زي الانسان بالظبط. كل انيمال عنده more than one sense for more than one purpose, لهدف او اكتر. طيب بيبقى ليه purpose ده؟ to adapt to its habitat. طيب فمثلا هناخد كده كم example. عندنا مثلا الفوكس. الفوكس بقى ايه؟ الفوكس عنده purpose بتاعه to adapt to its environment is to avoid the danger. هو بيحاول يبعد عن الخطر. طيب يبقى senses اللي هيستخدمها ايه؟ هيستخدم hearing and sight. Hearing and sight. بعد كده عندنا الكاميليون. الكاميليون بقى
السنس بتاعها اللي هتستخدمه السايت والتيست، لان هي بتكون دايما او البيربز بتاعها is to find food. وبعدين نيجي للدوغ، الدوغ عايز يعرف صاحبه recognizing friends. طيب لما يجي عايز recognizing friends تفتكروا هيعتمد على ايه؟ على السمال، ريحة صاحبه، وعلى السايت. ده لما يجي بس يعمل recognizing friends، دي الحاجات اللي هيستخدمها. وبعد كده عندنا المونكي، والمونكي على فكرة شبهنا شوية في طريقته. ليه بقى؟ هقول لكم. هو بيستخدم كل السنسز. ليه؟ هو بيحاول يعمل identifying object، يعني بيحاول يميز الأشياء. فهتلاقي إنه هو بيستخدم touch, smell, sight, taste and hearing. وبكده نكون خلصنا lesson 1 في concept 2. أتمنى تكونوا فهمتوه، ولو عندكم أي أسئلة تواصلوا معي على البيج، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للفيسبوك بيج. سبسكرايب للشانل، فولو للفيسبوك بيج. وthanks for watching. Have a lovely day and bye bye.